صباح الخير يا متابعين مفتاح الفني الصباح لشركة وينز البروكر. هلا مالكو كريم مجدي، يوم 16 يونيو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات سلبية لمؤشر داو جونز خلال الفترة الصباحية اليوم بعد أداء إيجابي خلال تداولات أمس بعد إعلان مجلس احتياطي الفيدرالي زيادة في أسعار الفايدة متماشية مع توقعات السوق، بينما يسعى البنك المركزي الأمريكي لمحاربة التضخم متزايد بدون إثارة ركود اقتصادي. دي كانت اهم الاخبار المؤثره في الاسواق امس. زي ما قلنا حضراتكم، كان عندنا بيان هامه وقرار الفايد الامريكي اللي تم طبعا رفع 1.75 وكان متوقع ليه 1.50. اليوم هنكون في انتظار بيان هامه وتصريح البنك الامريكي متوقع ليه 1,785,000، والشهر الماضي كان 1,823,000. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معانا الشارت، طبعا الاداء الايجابي خلال ثلاثة امس، ولكن العوده للاداء السلبي خلال الفتره الصباحيه لليوم وثبات واسفل نقطه محوريه 30740، اداء سلبي على الاي ام اي، على الاستوكاستيك، على الفلات تريند، على السار، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل وثبات السعر اسفلهم. ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر 30350 وراها 29980 وراها 470، مره ثانيه كسر 350 وراها 980 وراها 470. السيناريو الاخر معاك سحب كسر 30.95 وراها 31240 واخر نقطه عند 655. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.